مدرستي الحبيبة مديرتي العزيزة معلماتي الفاضلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بتخريج طلاب الصف الثالث الابتدائي من مدرسة دار الشويفات، وقد تعلمنا العلم والأدب. مدرستي الجميلة دار الشويفات، أود أن أشكر جميع المعلمات لأنهن يقومن بشرح الدروس على برنامج الزوم، ويقومن بتحميل الدروس والفيديوهات والدروس والاختبارات التي تساعدنا في فهم الدروس وحل الواجبات. شكرا لكم جميعا. لا نحميه لا نستحق عيشة فيه. هي مدرستي بيت ثاني، لا أنساها لا تنساني. أستقبلها كل صباح فكما أهواها تهواني، فيها كتبي وأساتذتي ولقاءاتي بخلاني، فيها أملي وشروق غدي ودفاتر حلمي ألف التاني. هي مدرستي ما أحياها ما عذب منبعها الداني، تبني روحي تبني جسدي وغدا أنا سأكون الباني. النجم حبيبي قثريبي نور العلم وقبل ولا ماي تيتشرز اند اي شيت أحب أن أشكر مدرستي مدرسة دار الشويفات ومعلمتي معلمة روحية وأصحابي وأتخرج من الصف السادس الابتدائي. عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم؟ نبدأ اليوم مع حصتنا عن طريق برنامج الزوم. أول ما نبدأ ماذا نقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المحار هو أعجب ما في البحر، وهو يغدو إلى الأعماق داخل صدفة فيها الأحجار، وهو موجود في كثير من بحار العالم وسكان الخليج العربي. I'm Ibrahim Al-Khalaila. I want to thank all of the teachers and the school. I want to finish the Quran. وبإذن الله. والبحار والمحيطات خرجت أسرة خالد إلى الشاطئ في نزهة بحرية، وقف خالد يتأمل البحر وجماله. مبروك التخرج هذا وقت وهذا يومه، ألف مبروك التخرج.
الدراسي. شكرا لأولادي، أولاد 3B وأمهاتهم، شكرا، سعدت كثيرا بتدريسكم هذه السنة، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق في الدنيا والآخرة ومستقبلا باهرا بإذن الله. معلمتكم رخية الزماني.